نروح بقى مع حضرتك لفقرة الأخبار ومع مشاهدينا، وأول خبر معانا أكيد النهاردة هيكون عن كلمة سيادة الرئيس عدلي منصور واللي ألقاها منذ ساعات تقريبا تعليقا على نتائج الاستفتاء. هنئ فيها الرئيس عدلي منصور جموع الشعب المصري بإقرار الدستور الجديد، ووصف إقبال الجماهير للتصويت على هذا الدستور بأنه نسبة غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطيات الوليدة. وأكد الرئيس في كلمته على ثقته في أن الشعب المصري هيحسن الاختيار في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وفي نهاية الكلمة دعا كل المصريين أن هم يظلوا على قدر المسؤولية ويقدسوا العمل ويتمسكوا بقيمهم وهويتهم ووسطية واعتدال الأزهر والكنيسة. ده أول خبر معانا عن كلمة سيادة الرئيس عدلي منصور. هو الحقيقة شكر الناس كلها وبالذات المرأة يعني المصرية طبعا. دي كانت مهمة قوي، لأن الحقيقة الستات عملوا ملحمة بصراحة يعني كانوا جبارين جبارين على ستات مصر في الدستور ده. بس هو شكر كل الثورات المصرية ما عدا ثورة 19 هو نسيها الحقيقة. شكر ثورة 52 و25 يناير و30 يونيو، فقلنا نرجع بقى. طب و19 وثورة القاهرة قدام بنابليون؟ لا كان في حاجات كتير في حاجات كتير، معلش نعديها نعديها. طيب.